تخليدا لليوم العالمي للمرأة، احتفت رئاسة الحكومة برئاسة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني بالنساء العاملات بمختلف المديريات والأقسام وفي مختلف الدرجات برئاسة الحكومة. هذا حفل ضمناه في رئاسة الحكومة للاحتفاء بالمرأة المغربية عموما، ولكن بالخصوص بالنساء اللي كيشتغلوا في رئاسة الحكومة من مختلف الدرجات والأصناف. اولا تكريم لهم، ثانيا باش يفرحوا في هاد اليوم ونذكروا معاهم على بعض الامور اللي كتهمهم، مصالحهم، وضعيه ديالهم في الوظيفه ديالهم، التطور ديال الوظيفي، الراحه ديالهم. حنا هذا الشيء كيهمنا، لان بقدر ما يكون المرتاح وخصوصا الموظف مرتاح وخصوصا المراه كتعطي اكثر وكتنتج اكثر. ويعد هذا الاحتفال تكريما للمرأة المغربية العاملة، هذه المرأة المكافحة التي استطاعت النجاح وتحقيق ذاتها في العديد من الميادين. كما شكل اللقاء مناسبة للوقوف على العوائق والتحديات التي تواجه النساء أثناء مزاولة مهامهن، وذلك من أجل العمل على رفعها وتوفير فضاء ملائم يمكن المرأة المغربية العاملة من أداء المهام الموكلة إليها على أكمل وجه.